قال وزير النقل رزاق محابس في تصريح ليو تيفي، قال إن تركيا دولة جارة ومهمة بالنسبة للعراق، وهي شريك تجاري كبير وقوي، خصوصا أن موقعها الجغرافي يمثل بوابة الدخول إلى أوروبا، مؤكدا أن الانفتاح عليها يعود إيجابا على اقتصاد البلاد. تركيا دولة جارة ومهمة بالنسبة للعراق، وهي شريك تجاري كبير وقوي للعراق، وأيضا تقع على موقع جغرافي مهم جدا وهو بوابة الدخول إلى أوروبا، وبالتالي العراق منفتح على تركيا لاعتقاده بأن الشراكة مع تركيا تعود إيجابا على الاقتصاد العراقي.